بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Read in the name of thy Lord who created. خلق الإنسان من علق. Created man from a clot. اقرأ وربك الأكرم. Read and thy Lord is the most bounteous. الذي علم بالقلم. Who teacheth by the pen. علم الإنسان ما لم يعلم. Teacheth man that which he knew not. كلا إن الإنسان ليطغى. Nay, but verily man is rebellious. أرآه استغنى. That he thinketh himself independent. إن إلى ربك الرجعى. Lo, unto thy Lord is the return. أرأيت الذي ينهى. Hast thou seen him who dissuaded. عبدا إذا صلى. A slave when he prayeth. أرأيت إن كان على الهدى. Hast thou seen if he relieth on the guidance of Allah? أو أمر بالتقوى. Or enjoineth piety? أرأيت إن كذب وتولى. Hast thou seen if he denieth Allah's guidance and is froward? ألم يعلم بأن الله يرى. Is he then unaware that Allah seeth? كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. Nay, but if he sees not, we will seize him by the forelock. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه، سندع الزبانية.
تطعه واسجد واقترب. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے کچھ شک نہیں کہ سب کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارأيت ان كان على الهدى او امر بالتقوى ارأيت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا تو اس کا انجام کیا ہوگا ذرا دیکھو تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے یعنی اس جھوٹے خطاکار کی پیشانی کے بال تو وہ اپنے یاران مجلس کو بلا لے ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے دیکھو اس کا کہا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہنا چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے لہذا سامعین پر سجدہ واجب ہے.